من العادات أن تشتري الناس عوامات وزلابية وأجالات دروا في عيد الغطاس وعيد الميلاد عند الأرمن. الزميل توني مراد يجول على محل الحلويات وينقل لنا الصورة. توني، كيف الوضع عندك؟ نعم مارلين، نعم بترا، مثل ما سبق وذكرت، بمناسبة عيد الميلاد لدى الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية وكمان بيوم عيد الغطاس عند المسيحيين، بيتوافدوا المواطنين لمحل الحلو والعربي والأجنبي لشراء الحلو مثل ما عم نشوف بعدسة الزميل بول بون. يعني إلى جانب أحد العاملين بالمحلات، خبرنا يعني اليوم المواطنين شو بيشتروا بهيدا النهار، أي أنواع من الحلو؟ هلا بالحلو العربي في عوام ومشبك ومعكرون وزليبي. بالنسبه للفرنش بيستري في شيء اسمه جالات دروا، هيدا تراديشن على عيد الغطاس بيشتروا. خبرنا، هيدا الجالات دروا اللي فينا نشوفه، هيدا هو صحيح؟ من شو مكون هيدا الجالات دروا؟ هيدا الجالات دروا كريم باتيسير بيري دو بوم، وفي بقلبه قرفه والعجينه تبعيته. يعني العجقه عليه اليوم هي اكثر فينا نقول، ولا عن المحلات الحلو؟ الطائفة الأرمنية الكريمة، وعنا بيوش واجوا أخذوا بيوش، كان كتير قوي البيوش كمان على عيد الأرمن. يعني عم ياخذوا بيوش، وفينا نقول حلو عربي والحلو الأجنبي اللي هو الجلد دروا. عندك فكرة هو بقلبه بيكون في عنا عم نلاقي دروا بقلبه؟ هيدول يعني مثل حظ، واحد بقصه اللي بيطلع له ران بيطلع له روا. وكمان في تاج في تاجين، في تاج صغير وتاج كبير، يعني بيطلع له الروا بحط التاج الكبير، بيطلع له الران بحط التاج الصغير. تمام، شكرا. اهلا وسهلا. يعني بترا، حنعمل جوله سريعه على المواطنين، في عالم عم يشتروا، خلينا نشوف شو عم يشتروا بهيدا النهار. مدام خبرينا شو عم تشتروا اليوم؟ عم شوف هلا، ما بعرف عم تشتري، بدك تشتري بيج دو نويل ولا جالات دروا؟ ايه جالات، جالات دروا. يعني كل يوم، يعني فينا نقول كل سنه عندكم هيدا التقليد انه تشتروا جالات دروا؟ تعودنا هيك. شكرا لك، شكرا لك. يعني بترا ويزبك، بس معايده باللغه الارمنيه لكل الارمن بلبنان وتحديدا ارمن ارثوذكس، شونور هوفور سوروب زونوت. ما بعرف اذا غلطت فيها، بس جربت يعني سالت رفقاتي الارمن واكدوا لي انه هي المعايده، ما بعرف اذا كانت اللفظ غلط. فهيدا هو المشهد من احد محليات الحلو بصربا، والهلا عوده لعندكم. شكرا لك توني.